كابتن الشحات، مبروك بنرحب بيك النهارده معانا في اخبار اليوم. اهلا وسهلا. عايزينك تكلمنا النهارده عن حضورك للعرض الخاص لفيلم القرد بيتكلم. انا دوري مش في العرض الخاص، انا جاي اتفرج على عمل جيد للمخرج بيتر ميمي اللي هو اخرج لي الاب الروحي. عشان كده لما الاب الروحي طلع الحمد لله يعني عمل رجة كبيرة جدا، فقال لي تعالى يا شحات بقى اتفرج على السينما بقى. قلت له حاضر، بس يعني الفيلم الجاي بقى انا فيه يعني، فانا جاي عشان كده يعني. ايه ردود الافعال اللي جات لك بعد الاب الروحي؟ الاب الروحي كل الناس شكرت في الاخراج، قالوا ده مسلسل كبير. والحقيقة المنتج الفني والمنتج المالي الاستاذ ريمون الشركة صرف على المسلسل بشكل غير عادي، والمخرج الدكتور بيتر كان بيعمل شغل غير تقليدي. عشان كده كنت قلقان لما شفت المسلسل، انا رفعت ايدي للسماء خلاص يعني. شحات مبروك، هنشوفك في اعمال تانية قريب ان شاء الله. انا اول حاجة ليا الاب الروحي، وباذن الله في اعمال قادمه بقى ان شاء الله يعني، لاني خلاص تفرغت تماما للفن يعني.